المسافرين وله يا رب العالمين. شكرا شكرا لكم. اللهم أعيده من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيه، اللهم إملأ قبره بالرضا والسرور والنور والنصح والنور، اللهم قيه السيئات وتلتقي السيئات يومئذ فقد رحمه. اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم انزله منازل الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفظا من حفر النار. افسح له في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم ادخله الجنه من غير مناقشه حساب ولا سابقه عذاب. اللهم انسه في وحدته وانسه في وحشته وانسه في غربته. واعلم خيرا من اهله وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما انت اهله ولا تعامله بما هو اهله. اللهم يجزيه عن الاحسان احسانا وعن النساء عفوا وغفرانا. اللهم وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنيا. الو؟ ايوه وصل حاجه. اللهم يا حنان يا منان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حطوا كمان شوية دوار كده. الله أكبر. وتدعو له بإخلاص. والتكبيرة الرابعة تدعو لك ولعمة إخواننا صلاة الجنازة أربع تكبيرات. من حضرة من أموات المسلمين. واللي له مصدر يسامحه لوجه الله. واللي له دين احنا نعلم ان هو معلش دين. فسامحوه لوجه الله. سعيكم مشكور اولا. انا موجود يا جماعه. اقعد يا جماعه اللي قدام الجنازه يا جدعان. تعالى يا جماعه. تعالى يا حبيبي كده. حدوه يا جماعه. انا موجود عشان لا 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 ل